باين لها باينها ليله كوبيا. عارف ليها كل ليله كوبيا؟ علشان النهارده في الحلقه فيها مفاجآت وتمت الصفقه بنجاح. يعني ايه تمت الصفقه بنجاح يا عم دودي؟ هو في ايه؟ هو احنا داخلين امتحانات ثانويه عامه؟ تعالى نعرف كل التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الفل على كل اخواتي وكل حبايبي، يا رب دايما تكونوا بخير. وحشوني جدا جدا وعلى طول دايما بتوحشوني، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من ملعب الدود سبورت. حلقه اليوم فيها مفاجآت والله العظيم، ايار الثقيل، وزي ما قلت لكم فعلا الراجل بيدلدل رجله في الساحل الشمالي ولا فارق معاه اي حاجه خالص. هو ماسك النادي سبك لبن تمر هندي، وهنعرف كل التفاصيل. نخش على الفيديو. عايزين يا مشاهير القناه نفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين، وتوب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم، ودعوتكم بالرحمه والمغفره للوالد ثم احمد رفعت علاء علي محمد عبد الوهاب ونرهان ونرجس وعلاء باذن الله في الجنه ونعيمها باذن الرحمن. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. محمد علي بن رمضان، علشان نجيب لك من الاخر، ايه يا دودي عمل ايه وسوى ايه؟ محمد علي بن رمضان في النادي الاهلي والاعلان والتصوير في خلال ساعات سيفجر المفاجاه المدويه، وبالفعل صفقه من العيار الثقيل. هو الاهلي ناوي على ايه؟ الاهلي ناوي على ايه يا دودي؟ اقسم بذات الله ما هيجيبها اكبر. ليه؟ محمد علي بن رمضان، وهي الصفقه الثانيه بعد يحيى عطيه الله، ثم صفقه ثالثه للنادي الاهلي بيقترب منها بشكل رسمي فهم نظمي. ايه هي الصفقه يا عم دودي؟ هقول لك كل شيء، بس نتكلم على محمد علي بن رمضان اللي مارسيل كولر مصمم عليه، وبالفعل صمم عليه وقدر ياخده علشان يخلص كل الاشياء الاساسيه بعد ما كان ايضا رايح 100 عقبه في المهندسين. بس هيروح 100 عقبه ازاي من غير ما يكون في فلوس هناك؟ ما الدنيا خربانه، هيروح ليه؟ هيروح يوجع قلبه ليه؟ هيروح يدوخ نفسه ليه؟ هيروح يذل نفسه ليه؟ هيروح يعذب نفسه ليه؟ ما الكلام ده ما فيش مشكله. ليه؟ هو عايز نادي بطولات ونادي انجازات، وعايز النادي الاهلي. كل لاعب في مصر عايز النادي الاهلي، كل لاعب في افريقيا عايز النادي الاهلي، كل لاعب في كل معظم الحتت اللي في اوروبا عايز النادي الاهلي. وبالفعل محمد علي بن رمضان ستكون الصفقه الثانيه بعد توقيعه بالفعل 4 سنين للنادي الاهلي، وخلاص فاضل على الحلو دقه وشويه شطه. مش هتشاطين يا ابو كباتن، مش هتشاطين الدنيا. وبقول لك مبروك لجماهير النادي الاهلي، مليون مبروك على محمد علي بن رمضان والصفقة التانية. الخبر التاني، وهي صفقة أيضا من العيار الثقيل، نجم المنتخب المغربي وصاحب 31 سنة. ليه؟ إيه ده؟ بس مهما لعيب كبير، لعيب يصنع الفارق، لعيب يتمكن ويتكل عليه في الملعب زي ما معظم مارسيل كولر بيركز على بعض اللعيبه الكبيره اللي عندها خبرات. وهو صاحب رحله 30 سنه من مواليد 93 ونجم الريان القطري، وهو سفيان بوافل. سواء سفيان نجم المنتخب المغربي اللي يقترب، بدات المفاوضات بقوه، والخطيب ايضا الاسطوره يخش في الصفقه علشان يخلص فيها. محمد علي بن رمضان خلص، يحيى عطيه الله خلص، وسفيان بوافل قريب. يعني كل الصفقات دي عاملها الاسطوره كابتن محمود الخطيب، ويقترب النادي الاهلي من سفيان بوافل باك رايت المنتخب المغربي ونجم الريان القطري بعد لفه طويله. انا قلت الريان القطري يعني اللاعب، انا قلت بيلعب درجه ثالثه درجه رابعه، اتاري نجم كبير متالق مبدع، وهو سفيان بوافل نجم المنتخب المغربي اللي يقترب بقوه للنادي الاهلي. الخبر الثالث، وهو خبر بصراحه يحزن شويه. ليه؟ علشان الكابتن ثروت سويلم عايز يشفر الدوري الممتاز،
يعني ايه شفر الدوري منتزع مدود؟ يعني مش هنلعب نتفرج على حاجه غير لما تكيش، غير لما تدفع عشان تعدي. يعني لما تبقى تدفع لك 200 جنيه حق التشفير، 100 جنيه شهريه، 300 جنيه لا 100 جنيه كمان حق الجهاز اللي هو الاستقبال اللي هو الريسيفر. يعني بصراحه ما شاء الله، هو كابتن ثروت سويلم عايز ايه؟ هو احنا شايف الناس معاها فلوس، حتى حته الترفيهي اللي احنا بنتكلم عليها هيخش ايضا ويضيع لنا فيها الوقت اللي بنضيعه. لو جالي ضيف تعالى نتفرج على الماتش، لو جالي قرايب هنيجي نتفرج على الماتش، لو جالي صاحب هننزل نتفرج على الماتش، لو جالي مش عارف مين اخويا هيجي نتفرج على الماتش، كل الكلام ده هتمنعهولي علشان عايز تكيش توفر الدوري بالتشفير؟ هي وصلت لدرجه كده؟ انا مش عارف بصراحه. حاجه تحزن بمعنى الكلمه من الفنان القدير ثروت سويلم اللي يقترب لخراب الدوري المصري بالعربي بضمان التعليق العربي. وانا بقول لك خدها من دوديس بارد، ثروت سويلم هيخلص على الكره المصريه، هيخلص على كل شيء داخل الدوري المصري بدايه الموسم الجديد في حته التشفير، وربنا يستر في اللي جاي. ما تتقلبش قلبه عليك يا ابو سويلم. احمد سيد زيزو وعرض خيالي، وعرض خيالي للعربي القطري. ايه الحكايه؟ زيزو مصمم على حته الاحترافيه، شايف ان الراجل معهوش فلوس ومفلس، شايف ان الدنيا مبوظه معاه، شايف ان الاجواء بايظه، شايف ان الدنيا كلها ماشيه يعني بظهرها، شايف ان العربي القطري جاي له العرض المهول والخيالي ب 7 مليون دولار، يعني يا بلاش ما شاء الله، معدل 80 مليون جنيه مصري ولا 90 مليون جنيه. يعني زيزو عايز يجرب الحته الاحترافيه، هياخد له النادي هياخد 7 مليون دولار، ثم زيزو الموسم العرض بتاعه هيكون ب 2 مليون دولار، هو عايز يخليه 3 سنين علشان 6 مليون دولار، هيفرق معاه فرقه كبيره جدا جدا جدا. وانا من رايي لو بعنا زيزو بصراحه يبقى 7 مليون دول هيفرقوا معانا فرقه كويسه قوي، تقدر تسد الدين اللي عليك، تقدر تفتح فتحه كيد، تقدر تسوي في حين بيع زيزو. ما بعت الزيزو يبقى انت هتفتح الكيد في شهر واحد في يناير وهتكون الدنيا خراب. يا اما تعمل جواب استعجال او اختار بصراحه على طبق من ذهب، يا اما على طبق حلويات وتقدمه للنادي الاهلي وتقول له بعد اذنك انا مش هلعب السوبر الافريقي، علشان انا لو لعبتك بالمنظر ده انا هشيل منك 3 4 5 مستريح، علشان يعجب مين؟ كابتن حسين باشا لبيب وكابتن ممدوح عباس ومجلس الاداره اللي لحد الان طلع سبك لبن تمر هندي. الخبر الاخير اللي كل الناس كانت بتستغربه مني، كل الناس كانت بتستغرب مني اول حته دي هتودي فيها انت بقى جاي حسين لبيب ليه؟ علشان الراجل بيبلبط رجليه في الساحل الشمالي، وقلت لكم الكلام ده، الراجل قاعد بيبلبط وسايب النادي يولع يتحرق يتقفل يولع بجاز زي ما هو عايز. اهم شيء الحفيد، اهم شيء العيله، اهم شيء اللي انت تكون رئيس نادي على الورق بس، لكن اداء بلا تنفيذ او مع ايقاف التنفيذ. يعني انت برافان باترينا بتشتغل لحساب ممدوح عباس، انا بقول هذا الكلام ومتاكد من هذا ذلك، لكن سبك لبن تمر هندي بيدلدل رجله في الميه، الراجل بيدلدل رجله في الميه ومنكشح قوي في الحته المصيفيه اللي جميله دي، علشان بصراحه احنا تعبنا من حسين لبيب. جماهير نادي الزمالك لن تستحمل هذا الكيان، لن تستحمل هذا الناس اللي بالشكل ده. نادي الزمالك وجماهيره مش هتستحمل الدبانه، مش هتستحمل المحيط، مش هتستحمل اي شيء قسما برب العزه. وخدها مني بضمان التعليق العربي من ملعب الدوت سبورت، واللي جاي اصعب على حسين لبيب. بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم نعمل اشتراك للقناه ونفعل الجرس ونوصل الفيديو باذن الرحمن الى كل الناس المحترمه باذن الله تعالى. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدوتي سبورت. بشكركم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقول اشتراك ده في القناه، تشجيع عندنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.